يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مثل بأشكال الصالحين بأن وضع له لحية وقصر ثوبه وصورهم بصورة الكاذبين والنصابين ومثل العلماء وأخذ يتمسخر بأقوالهم، فهل يعد هذا كفرا يكفر فاعله أم يعد من الاستهزاء بالأشخاص؟ إن كان قصده الاستهزاء بالدين وأهل الدين هذه ردة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما إن كان قصده الأشخاص فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لا يجوز الاستهزاء بالشخص بالمسلم، تنقص المسلم لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب. ويل لكل همزة لمزة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. لا يجوز تنقص أهل الإيمان، السخرية منهم. أما إن كان قصده الدين فهذا ردة عن دين الإسلام بلا شك. نعم.